ما تشوف شر ان شاء الله ترجع عقوب. ما يجي ولا من فكرت ترجع يا ولد؟ والله وانا اخوك اشتطينا ولا عاد. والديره عندنا ماتت، الديره ما عاد فيها لعب. اخر جيل كان يلعب دفعتي تذكر؟ شفت عبيد؟ شفت عبيد اخو ناصر؟ عبيد حمد هذا جوهره ذهبيه والله، اقسم بالله اقسم بالله لو انطاح له في ناس، بس انهم وصلوه ودخل نادي وراح وراح وراح، بس كان راح يطرد الناقه، كان بيدفن فقر في خيدتهم كلهم، يدفن فقرهم. ايه وتعب ومرض وجاه. يا مرحبا والله مسهلا، حياك الله، نورت شرفت في بثنا. خلني بس الاخو مشهور ولا خلني ابحث عن اسمك، الله يعافيك. بعد اذنك يا محسن. خذ راحتك. ما شاء الله. ها؟ كي؟ يا ولد مشهور تراني يعني انا يا بحاج. سناب ترند. تستاهل. تستاهل الطيب. ثواني بحولك ذي الحين، اصبر. جديد انت على الساحه الله يعافيك. وين جديد يا ابو هاد؟ يلا يرحم والديك، انا ماني بصوبك، اصبر يا رجال. ابشر. والله عنده واحد. اعرف اللكاعة دي، والله اعرفها. والسبب وجع ركبتك مني اهمال. غبي. يا وجه الله. اللهم صل على محمد. ايش تقول لي؟ والله تعبان طول يا شباب، وجاني الثاني واستحب، جاني الثالث. الكرة انت تلعب كرة وانا اخوك، الكرة اقرب له. ها هي انت تلعب كرة؟ ايه. وين مركزك اللي تلعب فيه؟ جناح يسار، جناح يسار وظهير ايمن. ما شاء الله. وجاك اصابة. انت ايش رايك في الجناح ولا الظهير؟ تحس انهم اصعب مركزين ولا لا؟ لا لا، اصعب مركز الدائره. ايش الدائره؟ هو ايش صار على حكمنا؟ يا ولد انت من نفذت لي حكم. اها انت سامحتني يا ابو هاد. اوه اشهد اني ادور الزر. يا ابو هاد تنسى يا ابو هاد، صل على النبي. المحور صعب يا عب لا المحور مو صعب، الظهير صعب شوي. الظهير الصراحة صعب يا شباب. الحين أنا لو غير بهاج قد قفلت البث لأن قدني نوم الصراحة. والله والله سم. قلت لو غيرك داخل معه قد قفلت بس كذا مرتاح سبحان الله. شنو؟ قلت لو غيرك داخل معي قد قفلت بس كذا سبحان الله وانا اتفرج معك مرتاح. لو سواليف ما بيض عادي، لو البث بيض عادي مرتاح انا. قلبك في الجنة. سؤال في ما فيها حيلة. ايش؟ قلت حتى لو سواليفك بيض، لو بس ما هي بيض. انت تشوف ان السؤال فيه بيض؟ انا قلت لو يا ابو حاج سواليفك بيض ما كان كرهت البث. لو سواليفك نعم نعم، تابعوا كبس، تابعوا كبس، الله يحييك. المكان هذا مكان الجميع، مكان الجميع، مكان الجميع. يا سلام، حياكم الله يا جماعه شباب. بس اذا انت يعني تبي تثبت تواجدك وقوتك وشهامتك ترسل ذيب. يا سلام، والله انك تفهم يا ابو حاج. نعم كذا انت تحفظ مكانه عالي. واخر نواظير يا ولد، عيونك تطلع زرق. كذا انت يعني تضمن معنا مكانه كويسه. ارحب بالانجليزي، ما ادري ايش اسمك بس ارحب مليون. يعني في تنافس ترى في النصيحه، استفدت قبل يدخل بالانجليزي ذا.
ابو يزيد ابو عزام ابو يزيد اثقيك يا فهد. ترى انا على فكره اهدافي سهله يا ابو حاج، ايش فيك انت اهدافك يمكن عادي انا اهدافي جدا سهله. لا لا باذن الله انت راح تتوثق معنا باذن الله ان شاء الله قريب ان شاء الله، بس ما ادري الصراحه كيف توثيق. باذن الله توثق معك اخوك معك اخوك بهاج ان شاء الله ماني مقصر معك ابد. نرفع ملفك الاستاذ فايز، انتبه لي على الولد ذا. والله يا ولد حسستني انك تتكلم من جد. ليه انا اعرفك عشان امزح معك الله يعافيك. ها؟ تعرفك انا عشان امزح معك، ترى يمرون علينا 100 عميل في الساعة. طيب؟ وش اللي طيب؟ كني ما طيب انا مختلف للغاية. انا ودي اجلتك. ليه؟ اذا تسمح يعني. ليه؟ ودي انك تروح وانا ما حكمت عليك. خلاص ادي ودك تمام. جل ابوك وجل تعال. جولة واحدة ها؟ يلا. اللي جديد. تكبيس يا عيال. تكبيس خلونا نفوز عليه. ترى لو فزت عليه بنزله في سناب. اني فزت عليه بقول لكم الصدق. نظامك تشهير يعني انت. لا 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 لا. يمكن ناس نفسهم في الماء. عرفت؟ يمكن ناس عطشانين. فازن برا البث، كل شيء برا البث، خلي البث بينك وبين متابعينك سواليف، ضحك، وناس، خلي متابعينك يكبسون لك، خلي متابعينك يدعمونك، خلي متابعينك يفوزونك على بهاج. عرفتوا؟ زي كذا. فتكبيس يا شباب ويد واحدة. تكبيس ويد واحدة. مرحبا بالمحاسب يا عيال كبيس. إذا الله الجو الذي من نصيبنا الدبل يا ليل الدبل. أنا الوعد جئتكم يا جدي خلونا نفوز عليه يا عيال الوعود. طيب يا ربعي خلونا نفوز. وردتين حلاوتين حلاوتين بس. أنا الوعد جئتكم يا مخربين الوعود. وردتين وصل الأيام ما قصرت تضرب على الحامي. والناس من تالي تشكك ما عادنها. الناس من لا تعال صغيري تعال تعال لا تروح لا تروح باقي بدي ورده يا اخي لا دق علي ثم علق عرفت عندي. الناس من تالي تشكك ما عادنها. الايام ما قصرت تضرب على الحامي. الايام ما قصرت تضرب على الحامي. والناس من تالي تشكك ما عادنها. والناس من تالي تشكك. يا رجل سولف علينا يا رجال عقب يا رجال ابي سولف علينا احي البه. انا من الساعه 11 وانا باه وربي عليك بدون الله. انا ما ظنيت يا ابو هاجم ما بثنت الا بعد صلاه الفجر. ما اكلوا ليه ما لي لو بات من 11 هون الجولة يا رجدي شدوا الجولة ذي. لو فزت حكمت عليه ولو فاز حكم عليه. صدق صدق يا ابو حاج اسولف معك وانت عينك في الجوال. كيف اسولف معك؟ وضعيت وتر ويش اسوي به من صاحب من وعشرين طلاب جوله اول حولنا وجي ما نادي به يا رجال. والله صوتك مو بزين اسكت. لا ذكر ولا نابي يا عيال والله من صدق بعيد عن الشكات والريبه
في ذي ليلة الجمعة. ألعب يا خال. أنا عيوني من أسباب حي يا رجع. صوتي مو بزين غير أهرج أهرج أرد الصوت. والله المعذرة يا أبو هاجر. نوم والله يا ولد ما وصل. سلامتك والله. والله ما وصل يا رجع. خلي بعيدة السلام قاعد وريب تمن وانا مقامي رفيع عند الاجنابي انتي عني هلا ودي من دونا جو حالي العالي فهد يا عيال اخر الجولة ألعب يا حليا تعال عوام يا ولدي أدين تعال خل يجي المسوم حكم الأول دجاجة كاملة تأكلها ثاني الثاني تقول لي ركبتك تعوق صح؟ اي بالله تقعد تجلس 500 مرة بدعيك يا سلطان 500 500 مجازي حق الناس يا بهاج صلح النبي يا بهاج الثالث كيف الحكم الثالث تقفل بثك تجيني في بثي عيون والله من عيوني تسلم عيونك مية حلاوة قلت حكم انت خلاص تكفل بثك تجي بثي بس لو تبين انزل لك نمر يا ولد مو بس ميت حلاوه جلبوك في الجن جلبوك في الجن خلاص قفل قفل ذلحين 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 قفلت على بثي ادري انك ما تحتاج ميت الحلاوه ولا تحتاج ميت الديب بس من معزتنا لك يلا يعني هدوك لا والله انا مغير ما بيحكم عليك بس من ورا التريلر طف طف تعال بس يعني وعدك الله اني داري توفيق يا وحب الشيخ سوق مالي طفى صدق ولا يسوقها طفى الولد سوقها ولا طفى يا اخواني اخواني ابو شايع خلينا نستقبل خلينا نستقبل قستات ابو شايع يا مرحبا ابو شايع بو هلا الله حي الله يحميك كيف حالك الله يسلمك طيب طيب من طاب حوالك يا مرحبا يا ابو شايع الله يسلمك كيف حالك بخير من وين يا ابو شايع ابيك الله يلبيك من وين انا حولك من بيجه ونعم والله يا ابو شايع من بيجه بيك وين من بيشة من الشحية أنت ايش قبيلك كحطان ونعم يا أخوي كن الله حي وقف وقف خل مدرسة على جنب أنت من أيتك حطان كني أعرف أخوه خوي من الجحاضر هنا ما عليك زود والله اني مرحبا الله يبقيك والله لو رحت منه يهلا انا اعتراض انه ما جاء الله يعافيك يا ابو شايع عن طيب طيب انطاب حولك ابشرك يا مرحبا بك الساعة الطيبة هناك صبحنا عليك بالخير صباح النور يا مرحبا والله مسهلا انت ساكن في بيشة ولا حول بيشة لا والله غربية في بيشة نعم في جنوب المدينة. أيوه بس. بحال مستوصف. إيه. بحال مستوصف. تعرف سكويا تاندرا حوض. وإيش هو؟ قد مر عليك موتر زي كذا. وإيش هو؟ هو. أجل ما أبغى أجيبه. لا. لا 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 أنا مشبه على واحد رفيق لي. هو ده الحين يا ولد واحد من الجماعة معه
نموت. وش اسمه؟ يا ولد خلاص خلاص تقول اسمه. هو مسافر برا المملكة. ها؟ هو مسافر برا المملكة الحين يدرس. ايه. احس منك اخوه رفيق الله لكن ونعم فيك وفيك. وظمة عليك سود. غايب اليوم ولا متخرج ولا؟ انا. اي ابو شايع متشخص ابو شايع وفاتح بث. والله انا مشخص لعيونك اي والله. جعل ابوك في الجنة. جعل ابوك. ابوك. مرحبا يا ابو شايع. الله يهديك. الله يسعدك ابو شايع. عطنا علومك وعطنا اخبارك. والله ما باعلوم الستر. هنياه. والله لا علوم ولا اخبار. عندك نشيده، عندك مشاركه، عندك شيء؟ لا والله ما به شيء. تسولف عن المتابعين قبيل؟ اي والله. اعطنا سوالف كلها. والله ما به سوالف. جعل ابوك في الجنه يا ابو شايع. خدمه يلزم منا خدمه شيء. الله يستر عليك بتلعب. الله يطول عمرك ابو شايع قد لي بطفي والله يا اخوك باث من السعاده الله يستر عليك ومرحب والله وما اسهل لما مشاكل ملفوك والله يبقيك مجرو السلامه والله بخير ابشرك يا مرحبا يا ابو شايع الله يبقيك يا مرحبا يا هلا بك يا ابو شايع غايب ابو شايع لا روح مدرسه الحين ياخذ لك قسط قبل يروح مدرسه ها قلت له حال مستوصل ولا شيء وانا مقامي رفيع عند الاجنبي تعال يا رجال انت تهدد وتشهر بيديك تلوح بيديك توني راضخ واحد من نجره رضخته لين ضرختهم تكفى تكفى لا تك انا دخلت البث عرفت خليك صك تكفى انا طالبك لا تكون من نجره انا طالبك لعب جوله تلعب العب مع اللي ودك هذا بيدهورنا بحاجه تعال جولتين العب ذهاج والله العظيم انك انك ضاعف واجد عشير سكت سكت الهرش ذا اللي عندك لا يجيب العيد انا دايرني سايقها جلد امس يا اخوي اللي في خاطرك لا تقابل انا اقول لا تقول طيب لنا شد الله انا سايقها خلاص العب 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 العب, ألعب. ألعب. ايه لا تجيب من الانفه خلي جوله واحده جوله واحده انت اليوم جوله واحده جوله واحده يا رجاله كم كتبت خلاص جوله واحده أه؟ جوله واحده عندكم 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 مستوى ولا عندكم شيء تعال لا ترى او فاتك رحنا احنا يا خالك عايل خذينا التبات و... اسالك بالله ايه والله تجالدنا احنا يا هم جالد عندك خالك عايض مغوم من اللي جاه الدعم مرضي على هونك يا مرضي انت وعبد الله على هونكم على هونكم اشكوهم ما على كلبي معشكه على هون اشكوهم اشوفهم يدعمونه هان عن الداعمين عندك يا شير شير ربع الحمد لله رب العالمين ان صرفت العود مو في ايديكم انتبل انتبل لا لا طلاق توقفون خدماته ما يدري والله هم واقفين هم مو بتجي نهدهم تراقي ني داري ما يدري عن السحب ولا يدري عن الربع كل يوم يشرون غتره جديده وخوينا دام يسوي لي فيها الطيب اني انا وفي مع الشايب وهو مصن الشايب الشايب بالدرهم اجاو يا ابوي اتفيدي شو اي والله 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 عليك الله لو اني مواجه العود ذا ورايح معه واوديه واجيبه انها اصرف منك لحظه درامه اقول عطني صرفاتك قال لا انا معي عيالي جعني امسي عيالي اقول جبل اقطع قلوبي اهلا انا محمد لبعاد اقطع قلوبي يا هلا فادي والله ما مزرق الشايب غير ظهروا لي حجه قلت انت ويا محمد لي في حجه وبس لسه ولا عمره ولا عمره هاون عليك الله اني ناوي استثمر دراهم كيف افتح لك براند عطور صغير يا سلام عليك يا والله من درب مرضي الله يستر والله يا بهاج انك ضاعف ومتغير يا مسلم الزين عليك جاني نفسيس يا وعد الله لا ينس قوم علاقه قطر وبعد زعمت الله يهديها انا ما اتكبر اللي عنده بالسوء يا جاكر ويجي ردوهم على بيتي رد البرا ما دخلك دخل عندنا انا عندك شو ارحب يا عايض عليك السلام هذا شيء الرجال اللي كان عندك قبل شوي عندنا يا ابو رحمه من عندك قاعد نمشي سوا بعدين وين وين فارس شيء الفارس فارس يا فارس يا غدا فارس كان عندنا فارس يعني طلع
اشوف الله اشوف خالي ما يخرم الا لين يلعب مع ابو مرضي. قلت هنا يميانه وقلت هنا يشجع الداعمين اللي يدعمونكم يا ولد. يا رجال الله جاهل الداعم ثم الله جلدنا اجلدنا. قبل شوي خذ التب علينا يا رجال. روح اشبح التب هذا عندك اسمه قفل. خذ عندك التب التب 14 قد خذ الاول يا رجال مكتوب عنده عاد لكن اللي بيه التب 14 وبيع حنا. لا لا ما تفصاد والله التب والله خذ التب ولدك يا ابي التب الاول اي بالله وصله يا ولد جاهل الشيء جاهل الشيء جاهل نمر وذيب صاروخ طيار تطلبه شيء خليه يخلصك اليوم قدام يضيعها. قد ذا يطلب العياق قد ذا يطلب مرضي كعايد قد عنده مسك الرجال ولد بيرتفع السكر. ايش ارتفع قام يقرب الكاميرا والله ضاع السكر غدا الصبي اللي ما شاء الله عليه غدا كان وزغه. لا لا بالله ها تولم 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 يا محمد يا اخو والله ان رضخك رضخ والله ان توبك من ذا العود كليته ونهبته بإذن الله أن نغير صرفاته كل أبوها يجيبها عندي حفظها حفظ دراهم لها يا أخي. أنت سايب أنت سايب وجاهل كليت الرجل العود الدراهم وين بهاج مجل نظارها شوي الدراهم وين خلي النظارة على جنب الدراهم وين وربي تموجها شوي الدراهم في وين مجل نظارها شوي مجل نظارها شوي الثوب أنا ما قد شفتك لابس ثوبين الثوب ما قد لبستك لابس ثوب في نفس في اليوم الثاني كل يوم ثوب ما قد لبستك لابس ثوب كل يوم ثوب جديد عمايم انا راح اسوي اعلانات ويعطيني ثياب والله ما لك الحمد فنادق عن الفندق اصرحها يا اصرحها يا عايض الله كان ضيقين عليك يا عايض رجع جد لي تعرفت توقع اشترى شلبيح لا تصير غالي خيال انا قرزي لو ان الماقف ذا حاصل علي وعد الله لا يهينكم اي قطر واضحه فهمتوا جميع جعل شبانكم في الجنة جرت الحصانة مبروك يلا لعب ايكم ممتالك اخذ من الحصانات واجل ده تالك بهاي جيك الصدق اللي انت بالصدق اللي ما عليه غبية ما قد حضرت ما قد لعبت انا وياكم وجاكم عاد واحد يشل سكوركم لو شوي ما لي عادي هازبك قبل شوي كم انت يا محمد تكفى عطني حصانة قلنا شلها يا مظنة فوادي لكننا يا خوف ما يحب لازم تكون رجال لك عندي بري حالي يا والله يا الله رب هي غلط يا دندنة غلط لكم انت ذا غلط المرعب نسمع فيه بس اشهد انا المرعب من هو انا تأكد اي نعم ها وش دينا نسوي يا ولد فايز ايش دينا نسوي سد نفسي واحد اللي من هو؟ ها؟ ايش تبي؟ الساعة 7:30 شوف يسير علينا يا شير تسمعني؟ افتح استنى كلام عايض انا مقامي رفيع عند الأجنبي عايض متيدك بيسا كبز عايض يا كبز إن جيت باجيه شا الدباب عايض كبز يوهني معازيبة أجيب دون راي وروح دون راي بهاد لبيه لبيك عيوك يا صاحبي بنت راضى والمعذرية فوزنا ما تحمل نعلمك أبو جدلان ابن جدلان عهدي به البارح بحاله اي والله أبشر وأبو هيا اي والله أبشرك أبو هيا قبل لمس قبلته سلم لي عليهم كلهم والله على خشم وعلي جسم خيه لا الشيطان أعوذ بالله من الشيطان فلاح فلاح والله فلاح فلاح
على خشمي والله. تعال والله الواوي الواوي وقعقوري لا تسلم لي عليه الاثنين وهاي سلم لي عليه اخوي علي هذه ليه كيف ما لعبتكم دعم الطديق ليه دائما تسطرك مع الربع ضر المحازم قامت لها رجعنا التبان وفزنا عليهم اتقعد ما المحازم وينهم انا اسمع بهم ولا شفتهم اخوي محازم ترى خذينا التبان محازم لا يشربون شراب كحاف عند الفجر ويعميهم مع تعينهم يرقدون وبالليل يمشوني ما ادري ايش مسوون الله يزينه مصير المحازم من المكسيك اللي جاء ما زاد اول حد شبل هاي كبس شيء ترى ما احسكر بسم الله ومجاهيره بعدين انت موقت بثك ذا على الفجريات دايم والله يا ابو مرضي على حسب يا اخو فن في اول الليل لاني فاضي ابث اذا تبي الصج داري احسن وقت اللي انت بث فيه نعم الله ما معي الا الوقت ذا الله الله من يوم طال عمرك ايش ودك كبس وشير يا من الأريضان كمين يا أبوها ما عليك زود الله يحييك دائما بزود أنت بث متى يا أبو مرضي والله يا طويل العمر أنا من الفضاوة يا أبو محمد أفضل من الساعة 10-11 الليل وأدقها حنك الله الله تكبيس وسناديق ليه مع الأشفاء ولما جاء مع الفجر أنا ندعم قايم من النوم دعمنا بحاجة بسيطة وروحنا وعلنا الهادوب وبعض الليالي لا والله خير يجي رجف إني أخذ القد ما حن عين حدا الله من عينك عليك ذا مفتح أنت أمس واليوم طحنا عليك من لقيت حنا عورا بالذي ما بل هذول اللي كتب يا جايز جاي رزقك مطر ولا عاجة إلا في التوب وذناك سن العقال وتعطيه من ذي قصايد وسكورك 13 أنا الله أبو شيش ها بلا جايز بلا هايز أنا رأيت شيء في ذا البرنامج بهاج يا أخو ياخذ القلب أرحب المشكلة لا يا سمعتها عندك اليوم يوم فتحها تعال جالة ثانية ردها يا بها اجعلني فدوة انا اشهد انها صارت علي اليوم البارح جالة ثانية اسمع بري حالي يا بها ردها يا بها بدون جولة جولة بظهر انا اي والله يا ابو مرضي ايش رايك يا بري حالي يا يا ما محمد يا اخوي ماني بلاع ماني بلاع ماني بحاكم عليك لعب جولة ثانية ما انت فايز العب خلي هنا الدعم اللي جاي يدعمنا العب جولة ثانية ما انت فايز قاعد افهم الله يوفقك ان شاء الله ماني معك يا شباب شيء ارحب الله شيء الله ارحب يا الله يتارك لا مثل اللي كذا يا بهاج يا اخي والله مو مثلي يا ولد كذا استأري على الله المخرج سمعنا بري حالي بري يا بهاج يا ذكرى هذا الغرية لا ذكريات معك والله اي والله هذه يوم وردت ال 240 ال يجي عليها شغل يا بهاج لا اله الا الله بقول لك انا عام ال 84 ميلادي شوف النشيد والطيب تراه ذكريات اشهد لله انا مريت محل عطور رمية من غير رامي أنتظر طيارتي تجي قلت خلني أتمشى وتمشيت طحت لي في عطر ثعبيني يومي والله أنها يومين وكان معي وقتها رفيق لي ويسألني يقول معقولة قلت إيه والله الطيب تراها نوع من أنواع الذكريات وأنا أشهد أن عندك طيب إن يأخذ نحن غسلنا الثوب وبيها اللي خليته ذاك الليل من عندك ودسينا عليك نحن شريناه لين ظهرنا انا اشهد الله انه هائل يا بهاء ايه انا اشهد انه هائل وريحه زين وهادي ولا عاد يموت والله يا ابو مرضي شهد علي الله شهادة حق لو ان القلوب شفاف انت عين الغم وكل شيء ذاك والله العظيم والله اني واحد يا محمد جعلني في دو يومك
يشهد الله اني وافق والله العظيم. الطيب ترى نوع من انواع الذكريات. بالله سرقناه دسيناه على العيال كذبنا عليهم وشريناه وهو يجد في العربيه قد العربيات ما زاد سارت من العطور ونعود من غير. ولين ذا الطيب الجباع اللي ما شاء الله تبارك الله ولكن ما هو يبعد من طيب الرجال اللي اعطاني اياه عند الباب قدني ساري. تعال نخش منه ذاك العطر تفضبه والله اطير بهاج ما كان ضيعته. لا لا العطر الثاني اللي عند الباب لا بهاج في معي في تويتر ومعي في كل شيء ومعي في حتى مين سمتي. والله تطيب ومتى ما خلص ارحب يا قعقولي متى ما خلص يعني ذا شوف يا اهلته وهي عايض ذا الحين يوم تعدى الحدود الشمالية لهم عليه علي تاكس يخرب ويشتغل يخرب ويشتغل بري عائل. والله يا طويل العمر جالي دعوة من جبر المداري أرسل لي دعوة خاصة للمؤتمر العطور ذا ودري شو إيه ماشت محمد قال أبو محمد بيجي فيه قلنا هاك تحر رايحين رايح دام أبو محمد قد جاي والله أنك مثل المطر ما احترامي للجميع وأقولها واللي في خاطري بقوله اليوم الصبح تبيعه بالنسبة للفندر لن يأتي أحد أغلى من أبو مرضي يعني الجميع الله. الجميع بالنسبة لي ميجيهم مراحهم واحد باستثناء أبو مرضي إن جابوا مرضي فالله أنا راسلنا. والله يا أبو محمد قد كدأ لي أني ماله لاني براقبك تدعيني وأنا دارينك جاي وفي محل عطور ولا والله اللي ماني براقبك لا تدعيني وإني باخب عليك واجيك وأنا والله دارين أنا متجه ومني قدامي وعفاك لا تكثر جاني بجو والله والله أنا حب انفصل لي ستة ثياب واربعة عشر غترة أبغى تجهز بس اسمع يعني من أني والله داري إن ما ضيع الدراهم إلا ذا يا أبو مرضي سلمني يا أخوي وش الفرق بيني وبينك والله بس أنت والله أنك خشير يا أبو محمد لما جيتك علمتك باللي بالطاق والمطبوق واللي ودك اسمع ترى أنت خاشر ونحط اللي معنا على اللي معك ونسد ترى لا تسكت لا تسكت خلك على اتجاهك ترى امحق ما به يا خشيري اكل حلال اليتيم ترى امحق ما به لا يغرك ابليس قبلك انك حتى المرندة ما خليها الجهة اليوم قبلك الكل لها اجعلني لا ابيها عندي لك سؤال يا رجال الوصايا وصيتني هذاك الليل واتقنتها وبشتقناها بالنور تستاهل الله يطول عمرك ولا بلعب من حلال اليتيم الا حلال العرجة هذا المشكلة تعطيني اياها كلها انت بلاك انا ابرك يا رجال الا اخرج منها فكنا شر لا اظبطها لكم ان شاء الله لا لا يا رجال اتركنا ربيض وجيهكم الله يحفظكم الدعمين الله يجعل بحفظكم والساعة الطيبة يا أبو محمد اللي أخذنا لنا معك لحي والله أن يسوى البرنامج يسوى الدعم ويسوى كل شيء يعني ما خلا منك والساعة الطيبة اللي شفناك وسلمنا عليك أنت وأبو صالح قلت حمي رواك لين تجينا نروح المكان ذاك أنت قهوة فيه ونشوف بكجنا ذا ودري شو أصله ومرحبا والله ملايين يا بهاج لا بقى جعلني فدوك يا أبو الله ربي يوفقك عن كل شيء المهم مثل ما قلت لك لا ما قلت كيف تمشي من لاك فدوك قاعد لا تحدث انا وياك عليه الشحم الله عليه الشحم ابو محمد جل الله ربي يوفقك عن كل شيء مرحبا يا ابو مرضي الله يستر عليك كرامتكم الشحم انا والله فيك يا محمد لو اوريك بجيك في الرياض انا عليك يا حرام انا اوريك بنشتك ترى من العمر قلنا الفارق قليل جاي انت هديك الله العيال ربما هم جايين بس من هم؟ اللي في نجران لا والله بسلامتهم ايه زين الحمد لله عشان اربز لا يجون بطوني الله يا رب يوفقك كومنت فلاح اخوي انا اقبل فيه النقد فلاح اخوي انا اقبل فيه النقد اصيد كومنت واحد كومنت واصيده حتى في غياب بمرضي ما شفت كل شيء ابفقع عيونك
تفهم؟ فكن أديب، وجب عليك أنك تكون أديب، لا أصيدك، فنخص عيونك. يعني احنا يعني أنا ماني بقول ميدك اجلس، لا اجلس يا أخي، شيء ما تبيه اطلع، لأن تطرق عن خشمك بتحترم نفسك. لأن أنت شوف، أول شيء الحمد لله رب العالمين، أحمد الله وأشكر، أنت درس ترى، والله أنت موقف أنا أخذ في حياتي، كومنتك هذا موقف، موقف موقف أنا أخذ في حياتي من كومنتك ذا، يعني مو بليسك رجال مغربلته هالايام والظروف والدنيا، مو كنت انسان، انت فيك احساس. اقسم بالله انت تدري ان انا اجلس مع ناس، انت تدري ان كومنتك ذا يأثر على الشخص، انا ادق عليه ساعه كامله، ادق عليه ساعه كامله، الرجال يقول ما عاد بيجي معك يا ابو محمد، له عيال يا رمه، له بنات يا حيوان. ساعة ونص وأنا أكلم الرجال إني أرجع ثاني مرة إني أدخله معي قسط. عياله يقولون خلاص يا أبوي إحنا ما عاد نبي ندخل، ما عاد نبي ندخل مع بهاج. ليه يا أبوكم وش العلم؟ والله قاعد يتكلمون يقولون 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 ورعان، هذا أبوهم. أحرك كبدك، بسم بالله حتى كلمة جبر خاطر منك ما في. أنا مو بليسك، ايش دخلك يا ولد؟ ابي اعرف انا ايش دخلك؟ احنا مو حتى واصل يسولفون علي عيال عمي، يقول ابو محمد ابو مرضي ترى ما عاد يدخل معك بسبه كلام الناس. قلت ابي نساعد، تقول صادق؟ قال لي والله، واروح ادق على ابو مرضي. ابو مرضي وش العلوم؟ لا والله قلت ولد العيال يعلموني. عيال قفطي، العيال داخلين البث، يقول احنا نتابع في البث، عياله موجودين. انت تدري انهم ما يرقدون؟ عياله كلهم ما يرقدون، يتكون في البث. اللي جنبه واللي في بيوتهم يتابعون من جوالاتهم، يقرون كلام الناس. ابوي الله يقطع شكل، الناس دي قاعد تتكلم على ابوي. يا ابوي لا تدخل معه، الله لا يبارك فيه. تطلع من بثي يا رمه، تروح البث ابو مرضي تقعد تتكلم وتطش الكلام، ولا تتكلم انا يعني ابوك عياله معي، عياله يكبسون في بثي ضد ابوهم، يقرون كلام الناس. خل عندك احساس يا مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم يا ولد، الحمد لله يا رب ان الرزق في يديك، وان القبول في يديك، وان العطاء في يديك، الحمد لله رب العالمين. في ناس ما ترحم ولا عندها حول ولا قوه الا بالله. تخيل انا اكل بيفي ملعنه جدف بيشه، هو يامي في نجره، قريت انا كومنت احرك كبدي، فما بالك ولده؟ فما بالك في بنته؟ اخي ولا انا منع منه، امي في البيت وابوي في قبره ومنعمين ويلا ملك الحمد، وش علي في ابو مرضي؟ قريت كومنت احتركت عليه، ها بالك في عياله؟ ردت فعل ولده؟ حيوان أنت، حيوان. وبل عن أبو جدك أنا لما تهسلك، أقسم بالله لو صدت، أقسم بالله لو صدت حسابك جوي أنا، ترى أنا أعلمك، أنا لا أحطك إلا بي أستفزك علي الحرام لحرقك، أقسم بالله. ممكن بس البث هذا بس أني أصيد اسمك، لأنك بكرة بتطلع بتحط بث ثاني وخليك تصيح تنبح في تويتر، خليك تنبح، تغير حساباتك. وأنت أصلا كنت تحبني وتشجعني وتقول الكلام ده، يما أنا على كفالتك، أنا عامل، أنا عندك على كفالتك، تحدرني وتسند، يعني مو بليس حتى العامل ما تحدر وتسند. اطلع من أحد يا الله، العن أبو عقليتك يا زبا. يمكن بزر يا رجال، أمس باقي أنت، لا أعطيك ولا ليتك عندي أبرك في حلقك بزر، حتى البزر ما يقول كلام ذا، لا هذه عقلية، فيه نعال هنا، نعال
رضعته كانوا ينقعونها في زنانيب هنا في نعال ما له دخل بزر. لا تقعد لا تقعد تسلك بزر بزر ورعان ما يسوي الحركات دي غير مخ المخ تعبان قلب ما في. ولا والله العظيم لو انصدت حسابك ليش يا شيخ على حرام لا طقطق عليك طقطق على العنا ابو خامسك امسكها عليك انا اعلمك صح خليك اليوم ده ما تغقد خليك تنبح في تويتر حيوان احرق ضغطني ايش تنه ضغطني كل ما جمهورك ممكن يخرب ياخذ نفسه يلعنه احنا ابوها انا انزعلت ودامه مو بوي يا ولد ولا هو يقرب لي ولا ما يستاهل يا ولد ما عندك لا انسانيته ولا عندك رجل اضرب مصلحه وحياته بالبلا وكان ودك انا لا تحسبني بقول يا الله عشان ما اخسر لا 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 انا ماني مثل مسحين الجوخ الله يعافيك لا بل عن خامس خامسك اوكي لا تحسبني بقول لا تكفى يعني حرية كل يقول راية يا الله لا أبا العان خامسك والله لو ما يبقى في البث الاثنين ما عندي في لحيتك لا تسبي أدور رضاك يا الله ما يطلبه الكومنتز ما أدخل مع الناس اللي المشاهدات فيها ما تطيح أهم شيء المشاهد لا 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 يا أبوك أنا أمشي بروسنا براسي أنا أمشي ما همني فأسلك لا العن خامسك البث فيه 2000 البث فيه 50 البث فيه 10 أنا أقرأ كومنت أصيدك بل عن خامسك الكومنت اللي يجي أنا أقرأ ترى كومنت أطيح فيه ولا عندي خلاف ما عندي خلاف 110 أبلوسنك ما عندي مشكلة أنا ودك تأسلك بكيفك حياك الله تقعد في البث كويس حياك الله أنا مهمني أنا علي الحرام مهمني لو أنه يقول فلان باسمه لكن والله يجيني واحد يقول والله يا أخي من جمهور بهاج قال تعكب وتخسى ما أنت من جمهوري ولا أعرفك لا أبوك لا أبو تسلب يا تسلك مع الناس ينقلع لا تقعد تجرح خلق الله خلق الله لا تجرح فيهم ما عجبك يا بهيمة أطلع لو أن الدعوة على الرجال اللي أنت بتقول فيه ما عندي فيه لكن عليك في اللي وراه يا ولد خلك محترم خلك ذرب يا مسلم يجي منك طيبة ما يجي منك يا ولد قول كلمة زينة ولا مس يا ولد الكلمة الطيبة بادر دائم بالكلمة الحلوة الكلمة الزينة غيرها لا تقول يا ولد أمس ما تقعد تجرح في المسلمين وتكسر خواطر خلق الله يتطوى ورعن منزدح يعاين في بث يقرأ له كومنت يتطوى منه احنا ابوها شهرة على ابو هذه والله قهر والله العظيم ولدي يشوف بك والله الله يلعن ابوها شهرة وانا اشوف يا ولد ثلاثة اربعة يود يمشون فيكم تتكلمون على والدي ترى والله انتم احنا ابوها على ابوها انا ما سلمنا لهم احنا خريط اللي بالشهرة تحمل تعال الله يا لعن وجهك الماء قلعي يلا يلا سلفحي انا اعلمك انا حاضر طر من البث يلا انقلعي انا اعلمك اللي بالشهره يتحمل يلا انقلعي حركي بس ابكي يلا يلا بكايه يلا ابكي يلا روحي الحين تبكين في تويتر يلا ابكي يا بكايه انا بعطيك 3 دقائق على ما تسوين حساب ولا تشوفين من جوال ثاني يا بكايه يلا تسميه بترضيه يجلس تكفى يجلس يلا انقلع قال الله هذا الوجه اكثر ابيك تصيح اكثر اول طرده قال هذا الوجه بهيمة
ترى ما معنا موتر. ايه موتر. ها؟ موتر. معك موتر؟ ايه اشبه موجود. ايه يا رجال. ها زارة. ايه. ايه هول. لطمان. والله السيل لطمان انت. عبود موجود ابوك الوصل ارحب وهالع ابا قلبك يا اخي زعلني يا ولد ضغطني يا ولد اقسم بالله يا اخي اشوف خوينا خوينا ابو غياس والله ما تحرك فيها شعرك لا لا نقع بالماء لا بس نقع ولا عبد الملك عاد ما ادري تبي شغل ملعون جدف دق لنا بمقلقل راح اسوي في العزبه عزبه لا عزبه لا عزبه شاي تبي شيء انا بس مزاد فيه بس والله تبي ندق لنا بمقلقل انا ما عندي مشكله والبث والله يا سوزي البث خل اليوم يوم يستاهلون اذا ممكن نقفل خلنا والله يعيشون اللحظه ما نعرف بس ناخذ معنا العزبه وبهايم وعمال ما يمدي تصجه ودنا بطيب سداها رجع حد طيب مصرية تقليني رجوك ترى خذيت تقليني دم أنا قلت بس وصلنا لمصر أفريقيا الزي الحار يلا بتعينها يد كلام أدت وفا لا تحرى وش تجيب كان جاتك سالمة حب يدك وخشها وذمة ما هي بتندان للحق المصيب جعلك الشاشة الحطاب لا سارح يكتشها تجي الرياض بجي إن شاء الله إن شاء الله بنيجي بهاتش أخبارك يا مرحبا بخير إن شاء الله بنروح للرياض والله يقول بيجينا برد لا اله الا الله الرياض اسبوعين بيجينا برد لحظه والله بنروح للرياض طال عمرك يبي لنا عزبه ناخذ عزبتنا معنا من نيه من الديره عرفت ناخذ طلينا معنا وناخذ معنا طليين اثنين اثنين نعم هنا بيجون نار يجي لك بيصير معنا ناس ناخذ نفس الفيلا حقتنا ذيك اللي ذاك اللي الاوله يعني انت ولدي شرحه وكبيره وحوش لا اللي شرحها لك اوه يا لبيك يا خالي خالي ما عاد يروس خالي ما عاد يروس يجينا من يوم تعب ولد خالي ما عاد خالي يقدر يروح ولا عاد ما هو بجانا هو ما هو بجانا قلت له خالي جيب ولدك معك انت صاحي امه ولا ما تخليه يروح خله عاد يلاحظ على ما يقدر يود ثلاثة ايام بس ما يقدر يود الورع سكره 100 حلو ثلاث دقائق أربع دقائق سكر 500 لا يقول عطاها بره موزة وحنا هنا دي ودي القحطان إذا اللي فيها انت عرفت القحطان إذا فيها القحطان إذا فيها يرجع للسكر أموره طيبة بس المشكلة مع ورع عرفت السكر كيف مع الورع ايش مع ورع الورع الورع ياكل حلاوة الورع لا جت عزمية الحين خالد الحين ما عاد يقدر ياخذ ورع انا اشياء من لا انا معك بالاشياء هذا يوم العيد خالي خالي ما يستطيع ان اهله يروحون اماكن اجتماعات المرة لازم انها دائما مع الورع
الابو لازم دا ينهم علول، علول عليه يروح ما مرعاه. ترى اذا وضب على البلح ما يجي خلاص. خطير يا ولد على الورعان يا ولد السكر. واحد من خيانا جاه عمر صغير مسؤولية، والله مسؤولية. جاه هو عمر صغير المهم راح طال عمرك لين جاه الضغط وجاه طال عمرك مرض قلب وفك صدره سووا لها 4 شرايين. هو مثل صدق سكر يثر. ايه بلا يثر من الصغر الى الكبر يثر. الله يهد حيل الرجل. الله يهد حيل. هو ياكل كنت حي السكر اما الضغط. والصغيرون ذا اللي يجي هنا. ايه. هذا. هذا يدمره. والله يدمره يا ولد. تدري كيف تتعامل معه؟ رحت ابي اتعامل معه. كنت بتعامل. ام بديت في العلاج في الحبوب. يوم بديت في الحبوب ولد ماني برفيق الاول يا ولد. اول شهر اول اسبوع ماني مع العالم ماني مع العالم يا ولد. حتى امي نقدت علي. قعدت فتره من بديت اخش قعدت فتره تعبت يا ولد تعبت انها كتني. وش سويت؟ قلت يا ولد خلني اروح. رحت قلت يا دكتور سهل قال يمديك بما انك صغير بس تعال بعطيك اشياء سوها ما تاكل علاج. قلت شلنا وحملنا ماني ماكلين علاج ويعطيني اشياء. اقول في خاطري طالع اشهد في ذمتي اني طالع ظهر من المستشفى الساعة 2 ظهر اني طالع عرض مع البوابة يعاينون فيني الناس يقول مختلف ذلك الساعة. قلت يا لبيها هذه بسيطة عن والد والدي انا اسويها. طلع كذب يا ولد. جلسنا 3 أيام ما قدرت يا ولد. وين تغدي؟ وين تروح؟ كيف تسوي؟ وش كيف تسوي ذي؟ من غير كلام المريض مسكين. صادق مسكين يا وحي عنها. أي مريض مسكين لا تقول روح هناك كل سلحك هناك ترى لا بتصير طيب. راح قبيل أنت تشوف تسولف قبيل إيش تقول؟ تقول يا أخي في واحد قحطاني هناك كذا. وأنا أقول ميتك يا ولد ترى فيه أكله بي في الباطن يسوي وأنت في الشمال. يا ولد ترى فيه واحد هناك يعالج ترى فيه واحد هناك يأكل. أمس العيال يقول يا أبو محمد نكويك. تكفى 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 عبود ومحمد صقر وقعقول الميسة معانا خلنا نكويك. يا حبيبي روح بس وش اللي يكويك ترى كوي زين. يا حبيبي روح بس أنت والله أنا زين. وش اللي كوي حبيبي؟ أكل علاجك أمس أي كذا في الحياة أكل علاجك وسرع بس كوي والوالي. أنا ضاقت فلوسي رحت طال عمرك في العمل. ولد خالي عايض يقول أبي أروح. هو وين قال يا ولد؟ ديره أول مرة أسمعه في حياتي. إيه؟ ها؟ لا 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 في السعودية تعرف في يوم محمد أبي أروح. سمعت ناس من أخويا يسولفون في الدوم. أبي أودي ولدي. وين بتودي؟ قال أبي أوديه ما أدري من 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 من. ديره أول مرة أسمعه. قلت له يا أخي. قال عشان هناك فيه معالج للسكر. سمعت ترى القراءة لها دخل ترى. ايه نعم القرآن يا اخوي القراءة لها دخل ترى. قلت ترى في شخص انا قريب مني كان وصل معه السكر 600 عقب القراءة 130 140. بالي حالي انا تذكر خوينا ذاك اللي كان يقول تكفون يا عيال بيصل. ايه أوه. هذا كنت أصلي معها. يا وش بكيت أنا؟ كنت أصلي معها. على الطلاق بكيت. أصلي معها من الفجر للعشاء. بغيت أموت على الحرام. بكيت لين بغيت تنفطع كبدي. أصلي معها من الفجر. أوه. إلى العشاء. أجلس معها ساعتين. في المجلس. والله العظيم نجلس معها ساعتين. أصلي معها. أذكر أجعلها ما تجعلها ما تجد. أنا ما أدري إيش جابني ذاك اليوم. أنا جيت يا ولد بالصدفة يا ولد الرجال. يسولف ما ادري وش قال تكفى يا ابو محمد. كتب شرف السعد حسب طقطق ابي اصلي. كنت صلي قالت اصلي قالت تكفى بك تصلي معي. كنت كيف اصلي معي؟ انا كنت صليت غريب. كنت كيف اصلي معك؟ كنت اصلي معي. كنت ابشر واقوم واصلي
وصلي وسلم الرجال يمكن في الركعة الثانية أنا مالي سلم كنت أنه مو على وضو مليتها إيه يوم كاتشوري